السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة أنتي نال مطهر معوي لعلاج الإسهال في حالات العدوى البكتيرية. هو الموضوع الأساسي هنتكلم عن أنتي نال اللي هو زي أمريزول، زي الامريزول وزي الفلاجيل، لكن الامريزول والفلاجيل هو مش معنا دلوقتي الفلاجيل، معنا الامريزول، لكن هو الامريزول زي الفلاجيل، يعني الاثنين مطهر معوي وقاتل بكتيري اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، والبكتيريا اللاهوائية مكتوب عليها مضاد اهو، والبكتيريا اللاهوائية يعني البكتيريا اللاهوائية ده زيه، لكن ده كمان زائد عليه ان هو لعلاج الاسهال. تمام، طيب هنشوف الانتينال لعلاج كمان الجفاف في حالات الاسهال الشديدة، يعني الحمام لما يجيله اسهال شديد تديله من ده علشان ما يجيلوش جفاف، واحنا بنعطي من ده لما يكون الاسهال يعني متأكدين ان مثلا ما يكونش لوحده، بنعطي لوحده لما يكون اسهال يعني ما يكونش فيه سالمونيلا او حاجة زي كده. طبعا احنا ادينا علاج السالمونيلا قبل كده كلنا عارفينه، اللي هو اللي عملنا له فيديو قبل كده هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت، اللي هو الدوائين دول كوليفيت، كنا بنحط معلقة صغيرة على لتر، اللتر اللي هو المسقة بتاعتنا اللي هي دي، تمام، دي عيارها لتر، زائد كنا بنحطهم مع بعض مع فلوريكول، اللي هسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف تحت، ده مش موضوعنا، لكن دايما يستحب نبعد دول. احنا بنغير ليه؟ لان دايما يستحب ان انت ما تعطيش مضاد حيوي واحد، والصنفين اللي انا قلت لحضرتكم عليه دول صنفين بيطري، تمنهم غالي شوية، يعني دي ب50، افتكر كمان الكيس ده ب20، في الكيس الصغير بتاعه ب10، ودي في منها ازازة صغيرة برضه ب10 جنيه، لكن دي ب50 جنيه، مش موضوعنا. يعني احنا هنتكلم عن انتينال دلوقتي، وطبعا نشيل الامريزول كمان اللي هو زي الفلاجيل، تمام، يبقى انتينال اللي هنعطي منه لعلاج الاسهال في الحالة بتاعتنا دلوقتي، ولو فيه ده، لو مفيش اسهال اخضر او حالات السالمونيلا اللي احنا عارفينها هنعطي انتينال بس. تمام، لو حضرتك شاكك ان في الحمام عنده سالمونيلا، او في تاريخ الحمام ان هو بيجيله السالمونيلا بتتكرر دايما عنده، يعني في اسهال اخضر او في الحمام مش بيجي على الاكل، لو انت شايف الحمام مش بيجي على الاكل اعطي المضاد الحيوي ده. تمام، احنا هنقول ليه احنا غيرنا للمضاد الحيوي ده مكان تكبسولات 250 بشري، دي سعرها 5 جنيه الا ربع، تمام، دي سعرها 5 جنيه الا ربع، فيها 12 كبسولة، تمام، ده ثمنه 10 جنيه ونص، الانتينال ده شراب ثمنه 10 جنيه ونص، يعني حاجات رخيصة ارخص من الحاجات البيطرية. تمام، طيب هو انا عندي الحمام بياكل، يعني ممكن اكتفي بالانتينال، الحمام ما انقطعش عن الاكل ومش باين عليه اعراض السالمونيلا، يعني ممكن يكون اسهال ناتج عن برد، عن الجو البرد اللي احنا فيه. طبعا حضراتكم عارفين شهر 1 تاريخ تصوير الفيديو، احنا دلوقتي يعني مثلا 21 او 22، مش فاكر 22 1، يعني اهو انتينال ممكن نكتفي به في حالات الاسهال العادي اللي زي كده، وهو ايضا مطهر معوي زيه زي الفلاجيل والامريزول، يعني ممكن يعالج ايضا الكانكر
والجدر المائي زي ما قلنا حضراتكم او وقائي له. طيب ده هنعطيه دلوقتي علشان لو حضرتك شايف ان الحمام بيعمل اسهال اخضر او ما بياكلش كويس. طب هنقول ازاي؟ طيب هنعطي كبسولتين نفتحهم اهو، نحط دي كده اللي هنحط فيها الدواء، نفتح العلبة طلع هو شريطين حضرتك زي ما قلنا اهو اللي بخمسة جنيه الا ربع، شريطين كل شريط فيه ستة اقراص زي ده العلبة اهو، شريطين اهم تمام. هنطلع قرصين، اقول لحضرتك تعملهم ازاي. هذا قرص وده كمان قرص تمام. نبعد العلبة، شوف بقى كمية المية اللي حضرتك بتستخدمها للحمام، دول اللي بتحطهم على اللتر، القرصين على لتر مية. هنفتحها، شد حضرتك كده، شد تفتحها من بعضها وتفضيها زي ما عملت كده، فضناها اهو تمام، فضيتها اهو. وممكن تسيبها في المية كمان تملى عليها المية عشان يتغسل عليها، لو في قلبها حاجة تفضى. القرص التاني اهو تمام، اهو فتحنا كده التاني، نفضي البودرة اللي فيه. ايوه يعني نفضي البودرة اللي فيه ده كده على اللتر. هنات ده 12 ساعة، احط عليها المية اهو وندوبها كويس ونقدم من دي 12 ساعة لمدة 3 ايام في حالات العادية تمام، في الحالات العادية. اما في الحالات الشديدة يعني ممكن كوقاية يعطي 3 مرات، لو انت شاكك يعني مش متأكد قوي من الاسهال او اسهال خفيف، اعطي 3 ايام من ده 12 ساعة، زائد هتأتي ال 12 ساعة التانيين، 12 ساعة التانيين من انتينال تمام، علشان يطهر كمطهر معوي، وبيمنع كمان زي ما قلنا الجفاف، يعني بيمنع الحمام ان يجيله جفاف. اهو فتحنا العلبة زي ما حضرتك شايف معاها الغطا ده، الغطا ده فيه العلامات دي، 3 شرط دول يعني هي كده اهو. ممكن تدي انت حضرتك على اول علامة من تحت دي 5 سنتي اهو، يا رب تكون واضحة، 5 سنتي 10 15. احنا هندي على اول علامة كده على اللتر اللي هي 5 سنتي، نعبي 5 سنتي، او ما مش متأكد منها ممكن اقات ال5 سنتي بسرنجة اهو، تقدر تحطهم في سرنجة اهو حضرتك، دواء سميك زي ما حضرتك شايف اهو. اول علامة عند اول علامة، هو عشان الدواء سميك كده تحس ان هي مفقفقة اهو، 5 سنتي ونحطها. ده 12 ساعة وده 12 ساعة، طبعا انا بوري لحضراتكم مش هحط ده مع بعضه، بس عشان تبقى عارف هتعمل ازاي. ده ال5 سنتي التانيين ونضيف عليهم المية، طبعا هتكون حضرتك معطش الحمام، لازم تكون معطش الحمام في الشتاء 12 ساعة، يعني لو هتدي من الصبح تدي الكمية اللي هيشربها بس بالليل، وتشيل من قدامه المية عشان تعطش 12 ساعة. يبقى ده طبعا انبه تاني على غسل المسائي، غسلا جيدا، يعني زي ما ده مهم جدا، الغسيل زي ما حضراتكم شايفين المسأة لازم تكون خشنة كده مغسولة بالسلكة، دايما انا بغسل المسائي بالسلكة تمام. كده حط قلب الدواء ده، لان الدواء ده سميك ما نحطش عليه المية كده بس ونسيبه، نقلبه كويس جدا ونقدمه. ده 12 ساعة اهو، شوف بقى لونه ازاي حضرتك الاصفر كده اهو، بقى ازاي كأن عليه عصير برتقال اهو، كأن عليه او كأن هو نفسه عصير برتقال اهو بالظبط، اصفر كده وهو سميك لما بتحط في المية. تقدم المضاد الحيوي كبسولتين على اللتر
12 ساعة، بعد كده تشيل المية خلصت او ما خلصتش تشيلها وتحط من التاني 12 ساعة التانيين. ده في الحالات العادية 3 ايام، الحالات الشديدة هتعطي لمدة 5 ايام. طيب خلصنا ال5 ايام، راح الاسهال الحمد لله، لاحظت ان راح الاسهال، هنعمل ايه؟ هنعطي رافع مناعة. تمام، ناتي بعدها رفع مناعة. رفع مناعة اللي هو ايه؟ اللي عندي الموجود عند حضرتك، اي رفع مناعة. بعد كده اجيب لكم انواع تانية بشري رخيصة اقول لكم عليها. انا بستخدم طبعا حضرتكم عارفين السيلينيوم، اسي في السيلينيوم ده، وده الجروفيت بلس، ده او ده الموجود عند حضرتك. ممكن تدي من ده يوم، ممكن تدي من ده يوم. هو طبعا ده برضه بيساعد، بيزود الانتاج، بيرفع الخصوبة، الصنفين دول، وبيحسن الريش وهكذا. يعني حضراتكم هسيب لكم الرابط بتاع الفيديوهين دول في صندوق الوصف تحت. بكده اكون خلصت موضوع النهاردة اللي هو انتينال. اللي هو انتينال و سيدوستين. سيدوستين زي ما قلنا لحضرتك العلبة ب5 جنيه الا ربع، رخيص جدا اهو. تمام، وانتينال ب10.5 جنيه. الناس اللي دايما بتقول لي اكد على السعر، حتى بيرجعوا يسألوا هو السعر ايه، مخدوش بالهم بيسألوا على السعر. ب10.5 جنيه. تمام، ان شاء الله نركز في الفترة الجاية على ادوية البشري، الادوية الرخيصة اللي بتجيب نتيجة مع الحمام. وطبعا كلكم الغواء القدام عارفين انواع كتير من اللي هي الادوية البشري بيستخدموها، هنقول لحضراتكم عليها في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.